وزير احتفالات نهايه السنه وين راح تجوزوا؟ كاين كيما حنا في المنطقه الجلفه نديروا الطعام واللحم وصاي. نحن في التقشف والفلوس اللي هذا لا عاده انا لا اقوم باحتفالات راس السنه. يا دوبك نديروا شويه محارق حتى وراهم الحجوزات تاع الجمارك ما خلات حتى محارقه في السوق وراه يكون السعر تاعهم غالي، ولكن ندير شويه محارق وشويه كاوكاو وكفى بالله شهيدا. نهايه السنه اذا ممكن تجوزها في داري. كاين بزاف يقولوا بلي لي سيناتور ولي ديبيتي والوزراء روح في هذه احتفالات نهايه السنه. ما تشوفوش السيناتور على انه جاي من بلانيت واحده اخرى، هذا ولد الشعب ومنتخب من طرف الشعب وجا للمجلس هنا باش يروبريزونتي ويتكلم كلمه الشعب. حنايا الاحتفالات في نهايه السنه وفوتوها اون فامي مع الوليدات لا علاقه لنا به فجروا في اي فعلا، لاننا لا للارهاب وحنا ضد التفجيرات الارهابيه في اي مكان من العالم، ولكن راس السنه الميلاديه لا وجهه لنا فيه. احنا نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف وما فكرناش فيها اصلا هذه. اولا انا كل سنه نجوز الاحتفالات نتاع السنه هذه في منزل نتاعي، واحسن احتفال نحتفل به هو السنه الهجريه